مرحبا يا شباب، وأهلا وسهلا فيكم في الجلسة رقم 9 من مقرر تحليل البيانات باستخدام الحاسوب، واللي حتكون بعنوان اختبارات لا معلمين. شو هي الأهداف التعليمية المرجوة من هالجلسة؟ أولا، أن يتمكن الطالب من مناقشة الفرق بين الاختبارات المعلمية والاختبارات اللامعلمية. ثانيا، تطبيق اختبار مان ويتني وتذكر شروطه وتفسير مخرجاته. ثالثا، تطبيق اختبار روسكال واليس وتذكر شروطه وتفسير مخرجاته. رابعا، تطبيق اختبار ويلكوكسون وتذكر شروطه وتفسير مخرجاته. وخامسا، تطبيق اختبار فريدمان وتذكر شروطه وتطبيق مخرجاته. مخطط الفصل حيبدأ باختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين، أو مان ويتني يو تيست فور تو اندبندنت سامبلز. هنروح بعدين لاختبار كروس كالواليس لعدة عينات، أو كروس كالواليس تيست فور كي اندبندنت سامبلز. بعدين اختبار ويلكوكسون لعينتين غير مستقلتين، أو ويلكوكسون تيست فور تو ريليتد سامبلز. وآخر شيء هنروح لاختبار فريدمان لعدة عينات غير مستقلة، أو فريدمان تيست فور كي ريليتد سامبلز. إذا بلشنا باختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين، تفترض الاختبارات المعلمية أو البارامتريك تيست مثل تي تيست وأنوفا، إن القيم اللي عم بيتم تحليلها عم تيجي من مجتمعات موزعة توزيع طبيعي وإلها تباينات متساوية. بس من الناحية العملية، ممكن البيانات اللي تم جمعها تنتهك أحد هالافتراضين أو الافتراضين معا. هلأ بالحقيقة، نظرا لأنه في اعتقاد بأنه الاختبارات المعلمية قوية حتى مع انتهاك الافتراضات الأساسية، فالباحثين عم يستخدموا الاختبارات رغم عدم تحقق الشروط. هلا بالاختبارات اللامعلمية، نحن عادة النون بارامتريك تيست نلجأ لها بسبب عدم توفر الشروط الخاصة بالاختبارات المعلمية، مثل شرط التوزيع الطبيعي أو طبيعة البيانات. يعني ممكن ما تكون البيانات متريك، يعني ما تكون ذات طبيعة كمية. الاختبارات اللامعلمية ما بتعتمد على معلمات المجتمع مثل الوسط الحسابي أو مين أو التباين فاريانس، وهي ما بتفترض التوزيع الطبيعي للبيانات. لهالسبب البعض يسميها ب distribution free tests أو اختبارات التوزيع الحر. على الرغم من وجود شروط الاختبارات اللامعلمية، إنه الشروط هاي تعتبر أسهل بكتير من شروط الاختبارات المعلمية. علما بأنه يفضل عادة استخدام الاختبارات المعلمية
بحال توفر الشروط الخاصة فيها، كونها تعتبر أكثر دقة من الاختبارات اللامعلمية. في هذا السياق يعتبر اختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين، أو مان ويتني يوت تيست فور تو independent samples، اختبار لا معلني يستخدم للمقارنة بين عينتين مستقلتين لما تكون البيانات ترتيبية، ويستخدم بدل من اختبار كثير العينات المستقلة لما ما بتوفر شرط التوزيع الطبيعي، بما أنه يستخدم في حالة البيانات الترتيبية فهو بيعتمد على المقارنة بين وسيط العينتين بدلا من مقارنة الأوساط الحسابية. من أهم شروط تطبيق اختبار مان ويتني، أولا أن تكون البيانات ذات طبيعة ترتيبية، ثانيا أن تكون العينة عشوائية وقيم مفرداتها ما بتعتمد على بعضها البعض. لحتى نطبق هذا الاختبار حنستعين بالمثال التالي. بيرغب أستاذ مقرر تحليل البيانات باستخدام الحاسوب في الجامعة الافتراضية بإجراء اختبار لمعرفة إمكانية وجود اختلاف بالعلامة المتوقعة من قبل الطلاب بمقرر ذات بين الذكور والإناث. حجم العينة كان 79 طالب، انقسموا ل40 ذكر و39 أنثى. أجرى الباحث اختبار التوزيع الطبيعي وفقا لاختبار كولمادور سميرنوف اللي شفناه في الدروس السابقة، فطلع معه أن متغير العلامة المتوقعة بذلك ما بيتبع التوزيع الطبيعي. لهالسبب والاختبار اختلاف العلامة المتوقعة في ذلك بين الذكور والإناث لجأ الأستاذ لاختبار مان ويتني. فرضية العدم بهالحالة هاي بتقول لا يوجد اختلاف في العلامة المتوقعة بين فيدباك تبعا للجنس، يعني بين الذكور والإناث، بمعنى ثاني وسيط العلامة المتوقعة في ذات عند الذكور بيساوي وسيط العلامة المتوقعة في ذات عند الإناث. الفرضية البديلة بتقول يوجد اختلاف في العلامة المتوقعة تبعا للجنس، بمعنى انه وسيط العلامة المتوقعة في ذاك عند الذكور ما بيساوي وسيط العلامة المتوقعة في ذاك عند الإناث. لحتى ننفذ الاختبار حنروح على الداتا. أول شيء هاي هي الداتا، حنعمل analyze، نون بارامتر تيست ليجاسي ديالوج، وحنروح لعند تو اندبندنت سامبلز، هنختارها. هتفتح معي شاشة تو اندبندنت
samples ni zafar tama هوني مثل ما عملنا بالـ Independent Samples T-Test حيكون في عندي Grouping Variable هو المتغير اللي عم يقسم العينة لمجموعتين واللي هو بحالتنا الجنس هنجيبه لـ Grouping Variable كالعادة حيطلع Define Groups مثل Independent Samples T-Test تماما حننقر define groups واحد الذكور اثنين الاناث هيك عرفناهم حنقول له continue بلاحظوا انه الاختبار هو man واثنين youth هنجيب العلامة المتوقعة وهنحطها ضمن test value إذا ما عملنا فوق أوكي حتطلع نتيجة اختبار مان ويز مي يلي إحنا طلبناه إذا حنعمل أوكي لاحظوا معي هاي هي نتيجة الاختبار هون عندي عدد الذكور العينة 40 عدد الإناث 39 متوسط الترتيب بالنسبة للذكور كان 38.68 أما متوسط الترتيب عند الإناث فهو 41.36 هلا نتيجة مان ويتني هيك الظاهرة معانا هون مان ويتني قيمة الاختبار هي 727 وهي هي البي فاليو البي فاليو مثل ما احنا شايفين بتساوي 0.594 اكبر من 0.05 بمعنى انه انا ما بقدر برفض فرضية العدم وبالتالي لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في العلامة المتوقعة في ذلك بين الذكور والإناث. إذا رحنا لمثال ثاني فحنلاقي بمثالنا الثاني أحد الباحثين حب يشوف مقارنة في عدد الزبائن اللي بيرتادوا فرعين من فروع البنك تم رصد عدد الزبائن اللي بيرتادوا كل فرع لمدة أسبوع وبعدين حبوا يعرفوا هل يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية في عدد الزبائن اللي عم يرتادوا فرعي البنك طبعا بلش الباحث بمحاولة تطبيق Independent Samples T-Test بس تبين انه عدد العملاء او متغير عدد العملاء ما بيتبع التوزيع الطبيعي بعد ما طبق اختبار كولمبروك سميرنوف وبالتالي لجأ لاختبار مانوفي فرضية عدم بتقول لا يوجد اختلاف ذو دلالة احصائية في عدد الزبائن اللي عم يرتادوا فرعي البنك الفرضية البديلة بتقول يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين بعدد الزبائن اللي عم يرتادوا
ترعي البنك. هنطبق الاختبار، هنعمل analyze non parametric test legacy logs two independent parallel samples. هنجيب the branch ك grouping variable، والكاستمر كتست فاريبل، هنقول له اوكي. هتطلع معي نتيجة الاختبار اللي ظاهرة قدامكم. لاحظوا معي عدد الفروع البنك الأول 7، عدد فروع البنك الثاني أو عدد الزبائن عفوا 7، وعدد الزبائن للفرع الثاني 7. المين رانك 9.21 للفرع الأول و5.79 للفرع الثاني. الحجم الكلي للعينة 14. قيمة مان ويتني 12.500 والبي فاليو بتساوي 0.125، هي أكبر من 0.05، بالتالي مرة ثانية لا يمكننا رفض فرضية العدم، أي أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين عدد العملاء الذي ارتادوا الفرع الأول وعدد العملاء اللي بيرتادوا الفرع الثاني. إذا تابعنا لقدام فحندخل باختبار ثاني، هو اختبار كروسكال واليس لعدة عينات مستقلة. اختبار كروسكال واليس هو اختبار لا معنوي، يستخدم للمقارنة بين أكثر من مجموعتين مستقلتين، وعادة ما يطبق لما ما تتوفر شروط تطبيق اختبار التباين، فهو نموذج لا معلمي لتحليل التباين الأحادي أو الـ One Way ANOVA اللي شفناه بالدروس السابقة، أو لما تكون البيانات المتوفرة ذات طبيعة ترتيبية. شروطه أول شيء أن تكون البيانات ترتيبية، والشرط الثاني انه تكون العينة عشوائية وقيم مفرداتها ما بتعتمد على بعض البعض. لتوضيح كيفية تطبيق اختبار كروسكال وايرلس، خلينا نستعين بحالة مواجهة فيروس كورونا اللي عرضناها سابقا. في هالحالة هاي حب الباحث يدرس أثر العمر اللي هو 3 شرائح عمرية في تقييم كفاية الكمامة للوقاية من المرض، وهو متغير تم قياسه على مقياس من 5 درجات. فنفترض أن الباحث عمل توزيع او اختبار التوزيع الطبيعي لكل مضروب سميرنوف، فطلع معه انه متغير كفايه الكمامه ما بيحقق شرط التوزيع الطبيعي. لهالسبب حيختار الباحث اختبار كروسكال واليس. كيف نطبق هذا الاختبار؟ هاي هي البيانات. هنعمل analyze non-parametric tests legacy dialog okay independent samples. هنختاره، هنجيب العمر ك grouping
variable. من اورال ديفاين رينج حيقلي محط لي الرينج تبع الكودات تبع العمر، فحقول له هي كانت اقل واحد هي للشريحه العمريه من 18 ل 25، و 3 للشريحه اللي كان عمرها اكثر من 35. هنقول له كونتينيو، حجيب المتغير اللي انا عم بختبر اختلافه بين العمرين الشرائح العمريه اللي هو كفايه الكمامه، وحقول له اوكي. حتطلع معنا نتيجه الاختبار اللي ظاهرة قدامكم، عفوا مثل ما احنا شايفين اللي عددهم أو الشريحة اللي عمرها من 18 ل 25 حجم العينة 49، من 26 ل 35 حجم العينة 21، من أكثر من 35 حجمها 25. في المين لاين عندي كم العائلة الشريحة 18 ل 25 هي 46.26، من 26 ل 35 49.57، وأكثر من 35 50.10. قيمة كروسكال واليس هي 0.465 عند درجتين حرية، والبي فاليو ليك بتساوي 0.793، أكبر من 0.05، وبالتالي أنا ما بقدر أذكر قضية العدد، وبالتالي لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للعمر في تقييم كفاية الكمامة للوقاية من فيروس كورونا. بمعنى آخر، لا يوجد فروق في الشرائح العمرية الثلاثة من حيث تقييم كفاية الكمامة للوقاية من كورونا. إذا رحنا لمثال ثاني ورجعنا للمثال المتعلق بالمقارنة بين عدد الزبائن اللي بيرتادوا فروع البنك، فلنفترض إنه إدارة البنك حبت تقارن بين عدد الزبائن اللي بيرتادوا 3 فروع من فروع البنك. بعد بسط عدد الزبائن اللي بيرتادوا هالفروع لمدة أسبوع، حب الباحث يعرف هل في اختلاف بعدد الزبائن بين هالفروع. حب الباحث في البداية يطبق الون واي انوفا، بس نتيجة أنه متغير عدد الزبائن ما احترم شروط التوزيع الطبيعي، فراح باتجاه كروسكال واليس. هنعمل التحليل مع بعضنا. Analyze Non-Parametric Test Legacy Dialog K-Independent Samples. نتغير التجميع بالنسبة لنا هو فرع البنك كي برانش. هنقول له ديفاين الفروع من 1 ل 3،
هنقل كونتينيو وهندخل المتغير اللي هنا هنقارن اللي هو عدد الزبائن. هقول له اوكي. لاحظوا معي عندي ثلاث فروع للبان، عدد الزبائن بالفرع الاول 7، الثاني 7، والثالث 7. المين رانك بالفرع الاول 16.21، المين رانك بالفرع الثاني 4.57، والمين رانك بالفرع الثالث 12.21. هاي هي نتيجة كروس كالواليس 12.750 عند درجتين حرية، والبي فاليو مثل ما شايفين أصغر من 0.05. بالتالي يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بعدد الزبائن اللي بيرتادوا فروع 3 للبنك، والفرع الأول هو الفرع الأكثر ارتيادا من قبل الزبائن. فإذا بالجزء الأول من المحاضرة حكينا على اختبار مان ويتني واختبار كروس كالواليس، بالجزء الثاني حندخل باختبار ويلكوكسون. شوفكم بخير بالجزء الثاني.